تعليق حول الموضوع. ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين المحلل الأمني والعسكري النقيب محمد فوزي. اللامي، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. بعد إعلان ميليشيا الحشد الالتقاء بقوات الأسد وميليشيا سوريا الديمقراطية في سوريا، ما المغزى من هذا الانتشار برأيك؟ تحية طيبة كسيدي وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. يعني حقيقة سيدي أن ميليشيات الحشد الشعبي حقيقة وبعد أن صدر بها القرار من البرلمان، وشاهدنا بان هنالك ما بعد اثناء المعارك حدث هنالك تواطئ كبير من قبل قوات التحالف، فاصبحت اليوم المشاريع معلنه والمشاريع ينفذون مشاريعهم بصوره علنيه في غطاء حكومي، الحكومه تغطي على هذه الميليشيات لانه لا يوجد هنالك اي مبرر لهذا الالتقاء. وحركه الميليشيات حقيقه هي حركه مخالفه للقانون ومخالفه للدستور ومخالفه اصلا لنوع العلاقات الدولية وللمعاهدات الدولية، بأن هنالك عمليات عسكرية تقوم بها قوات عراقية على حدود داخل حدود دولة أخرى، وتسند نظام العالم يعترف بأنه نظام إجرامي ونظام ديكتاتوري، وهنالك مقررات وقرارات من مجلس الأمن الدولي تدين هذا النظام. فإذا حقيقة هو المشروع مشروع طائفي، والحركة حركة إيرانية معروفة بدعم الحكومة العراقية. نعم، هذه القوات العمليات المشتركة صرحت بأن هذه القوات هي عبارة عن إجراء مؤقت، أين الجيش الحكومي لتنفيذ هذه المهمات؟ لا، الجيش الحكومي نحن لا نتحدث اليوم عن جيش تابع لدولة، الجيش الحكومي أصبح اليوم عبارة عن قوات خارجة عن الحسابات، قوات مجرد لإضافة شرعية لجميع العمليات أن تدخل هذه، عندنا لدينا قوات حكومية وتشارك. إخفاء شرعية لا أكثر. أما الحشد الشعبي فهو اليوم هو اللي الملف الأمني والملف العراق حقيقة للسياسات الاستراتيجية وبيد الملف الحشد الشعبي، وتحركاته تدل على أن هذا الحشد حقيقة هو اليوم فوق الدولة وبدعم أيضا من الدولة، لكنه أنتج لنا اليوم حالة من انهيار وجود قوات امنيه واستبدالها بهذه الميليشيات. اليوم نحن بلد ميليشيات، هي تقود هذه الميليشيات، سبق وان قادت العمليات التي حدثت في كركوك وقادت العمليات التي حدثت في الموصل والى اخره. فالميليشيات سيدي الكريم هي اليوم المتسيده على الموقف في العراق. نعم، التحالف الدولي اليوم صرح بان ميليشيا الحشد لا تمثل تهديدا على قوات التحالف، هل بات الحديث عن حل ميليشيا الحشد مستبعد؟ يعني قوات التحالف سيد الكريم المعروف عنها بأنها قوات تناور كثيرا في هذه التصريحات وتناور في الأوضاع، هي احتاجت ميليشيات الحشد الشعبي وسمحت لهم بارتكاب الجرائم بدعم الحكومة، والحكومة حقيقة هي العامل الأساسي الذي جعل لهذه الميليشيات شرعية. لكن يبقى مصير هذا الحشد بالنتيجة هو ليس بيد أطراف داخلية، هو اتفاق أمريكي إيراني، أمريكي بالدرجة الأولى ومن بعده الإيرانيون. ولذلك فأنا لا أعتقد بأن هنالك قيمة حقيقية وقيمة تعبوية حقيقية لهذا التصريح، قد تتبدل هذه التصريحات حسب المعطيات. نعم، الأستاذ النقيب محمد فوزي اللامي كنت معنا من برلين عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.